على قدر هول الحرب التي دارت رحاها في الأنبار كان حجم الدمار فيها. 80% نسبة الدمار في مدينة الرمادي، حيث دمرت أكثر من 63,000 وحدة سكنية، ونسبة ضرر الكهرباء فيها 100%، ودمرت 200 مدرسة وأكثر من 120 جسراً. وصل نسبة الدمار في بعض القطاعات إلى 100% كقطاع الكهرباء، وأيضا القطاع التربوي تقريبا وصلت أكثر من 80%. بالمجمل مجموع القطاعات وصلت تقريبا أكثر من 80% نسبة الدمار، يعني 250 مدرسة تقريبا مدمرة كانت في مدينة الرمادي. كذلك الحال بالنسبة للجسور في عموم المحافظة، 105 جسر منها 43 جسر في مدينة الرمادي. هنا حيث نقف وسط مدينة الرمادي في حي البكر الذي بلغت نسبة الدمار فيه 100%، إذ لم يبقى بيت سكني ولا عمود كهرباء، ولكن الأهالي أعادوا الحياة إليه، وما بقي من دور فأصحابها ينتظرون التعويضات. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم لتعود مدن الأنبار بجهود أهلها. طبعا بالنسبة لمحافظة الأنبار، وأقصد بها مركز المحافظة الرمادي اللي رجعها ورجع الحياة بها ورجع رونقها وجمالها ومهلها، وإذا حسبناها فأهل الأنبار هم رجعوها بنسبة 70% والحكومة شاركت في 30%. وكان لتضافر جهود الحكومة المحلية والمنظمات الأممية دورا كبيرا في إعادة مئات الجسور والمدارس والبنى التحتية. بعد الدمار الهائل اللي حصل في محافظة الأنبار ونسبة الضرر بلغت أكثر من 80% في المحافظة، هب صندوق إعادة الإعمار بإعادة تأهيل المشاريع، والمحافظة المدمرة من مدينة أشباح إلى مدينة الآن تروها أبصرت النور، وخدمات واتصالات وطرق وجسور. عدد المشاريع صندوق إعادة الإعمار أكثر من 700 مشروع، من ضمنها يعني دخلت إلى البنية التحتية أيضا. التفاؤل يسود في المدن المحررة في الذكرى الثالثة للتحرير رغم غصة الملفات العالقة، ولعل أهم هذه الملفات المغيبين والتعويضات. من الأنبار أنمار العاني، يو تي في.